يقول بعد أن من الله علينا بالحج حجيت متمتعا والحمد لله، ولكن رميت جمرة العقبة ولم أتأكد من الحصات السابعة هل وقعت في موقعها أم لا. وبعد أن حلقت وطفت طواف الإفاضة رجعت ووجدت الزحام خف، فرميت هذه الحصاة وهي السابعة، ما حكم ما فعلت؟ إذا كانت من الجمرة الأخيرة أنت أكملت الرمي والحمد لله.